بداية أستاذ قاسم، حدثنا عن إجراءات التسجيل حاليا الجارية وكم مكتب للتسجيل في المحافظة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكري لقناة المربد لجهودها معنا بتغطية العمليات الانتخابية، وكذلك معنا في تغطية الأنشطة اللي تقوم بها المفوضية خاصة في مكتب انتخابات ذي قار. بدءا التسجيل عندنا بدا في بعد انتهاء العمليه الانتخابيه الاخيره، انتخابات مجلس النواب 2021، بدا التسجيل 20/3 ولا زال مستمره في مراكز التسجيل المنتشره في عموم محافظه ذي قار، والبالغ عددها 44 مركز تسجيل. هذه المراكز مفتوحة على مدار أيام الأسبوع عدا أيام العطل الرسمية. كذلك لغرض تسجيل الناخبين، قام مكتب انتخابات ذي قار بتسجيل الفرق الجوالة في عموم المحافظة من خلال دوائر المحافظة كافة، خاصة الخدمية التي يأمها المراجعون. كذلك تم تسجيل الفرق الجوالة إلى الأحياء السكنية في عموم المحافظة. كذلك كنشاط ولغرض تسهيل إجراءات عملية تسجيل الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن أو عزنا لمراكزنا بتسجيل فرق الجوالة بناء على اتصال هاتفي من الناخب، تقوم الفرق الجوالة بالانتقال لسكن الناخبين. كذلك مستمرين بتوزيع بطاقة الناخب البايومترية من خلال الفرق الجوالة ومراكز التسجيل، والاتصال بالناخبين على أرقام الهاتف الموجودة ضمن البيانات لدينا. نعم، حاليا شملت مواليد 2005 بعملية تسجيل البايومتري، ومن خلال قناتكم الموقرة نهيب بناخبينا ضمن مواليد 2005 التوجه إلى مراكز التسجيل لغرض تسجيلهم بايومتريا. نعم. بالنسبة للعسكريين اللي أخذت بطاقاتهم بالانتخابات الماضية. نعم، حسب التعليمات اللي وجهنا بها المكتب الوطني بأنه تم سحب بطاقات العسكريين بالانتخابات الأخيرة مجلس النواب 2021. هذه البطاقات هي موجودة ضمن مراكز التسجيل وضمن سكن العسكريين، يعني بإمكان العسكري يتوجه لمركز التسجيل لاستلام بطاقة الناخب أسوة بعائلته من المدنيين. نعم، ايضا من خلالكم نهيب بالذين سحبت بطاقاتهم يوم الاقتراع. هؤلاء الذين سحبت بطاقاتهم هم الذين يمتلكون بطاقه الناخب القصيره، يعني البطاقه التي لا تحتوي على صوره. هذه يجب ان يراجع يعني اللي كانوا يحملون هذه البطاقه الى مراكز التسجيل لغرض تسجيلهم بايومتريا لكي تطبع اليهم بطاقه جديده. يعني لربما يتصور الناخب انه لما انسحبت البطاقه انه احنا راح نطبع بطاقه، لا، يجب ان يحضر حتى ناخذ الى صوره وبصمات حتى تصدر له بطاقه ناخب جديده. نعم. نعم. الحراك السياسي في مجلس النواب من اجل اقرار قانون الانتخابات في مجال المحافظه. نعم. هل وردتكم تعليمات او نوعا ما للتهيئه؟ نعم نعم نعم. طبعا احنا ضمن البرنامج الحكومي اللي الكل سمعه على منصات الإعلام والقنوات أنه الحكومة عازمة على إجراء انتخابات مجالس محافظات. ما يتعلق بنا، إحنا مستعدين من الناحية الفنية، من ناحية الأجهزة، إدامة متواصلة مستمرة للأجهزة الانتخابية، وكذلك تدريب موظفينا على الإجراءات الانتخابية. نعم. بالنسبة للتسجيل الأحزاب الجديدة والكيانات، هل تتم من خلالكم أم عن طريق وحدات؟ نعم، تسجيل الكيانات الجديدة يكون من خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في بغداد. نعم. ما سجلتوا شيء جديد؟ التسجيل ليس لدينا، ولكن يكون في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية اللي مقرها في بغداد. نعم. عفوا. نعم. الإضافة اللي أتمناها من ناخبينا أنه بصراحة يستلمون بطاقاتهم البايومترية، توجهون البطاقة هي جوازة نحو الانتخابات نحو التغيير. البطاقة أصبحت مستمسك رسمي بإمكانه أنه يحملها معه، وفي بالدائرة معتمدة، بالطرق بالسيطرات هي معتمدة. نعم. بالنسبة لتحديث البطاقات نعم، البطاقات القديمة يجب على الناخبين اللي يحملون البطاقات القديمة التوجه إلى مراكز التسجيل لغرض تسليم البطاقة القديمة وتسجيلهم بغية طباعة بطاقة بايومترية جديدة لهم. حتى اللي هي صورة؟ لا لا، اللي صورة هذه هي بطاقة طويلة الأمد، ما يحتاج، لا ما يحتاج. نعم. فقط القديمة اللي لا تحتوي على الصورة. نعم.